السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بصور لكم ماكينة مهمة جدا اللي هي الحشاشة بتاعت البرسيم والحراسة. هي ماكينة مهمة جدا جدا المفترض تكون متوفرة في أي مزرعة. يعني أنا بشرح لكم الأجزاء بتاعتها سريعا. نبدأ من التشغيل. التشغيل بتاعها بيكون من هنا، يعني هو سحاب من هنا، وبعد كده ده بتاع البنزين اللي بيزيد او بينقص. ده هنا طبعا السرعة اللي هو من هنا من فوق، ده السرعة. وده هنا بتاع الحشاشة، يعني ممكن يثبت كده بالطريقة دي او تفكه عشان يشتغل. وده من هنا السرعة بتاع الماكينة، وده من هنا الجير بتاعه اللي هو الخلف او الامام زي ما موضح هنا. وبعد كده تاني عنده جير واحد هنا، ده اللي هو رقم واحد واثنين وثلاثة او فيو فاضي. وبعد كده تاني ما فيه حاجة، طبعا ده محل البنزين وفيه تاني من الاجزاء اللي فيه ما فيه شيء. ده طبعا الاسم بتاعه. ده هنا كده ارفع فوق شوية. ده هنا طبعا المشط بتاع الحش، بس خلاص اوكي. ده هنا طبعا المشط بتاع الحش بيكون فيه هنا حديدة على طول تتكسر، يعني الحديدة مو قوية، نحن مؤلفينها لاحمين نفسي. هذه زاوية، زاويتين يعني مع بعض، دي زاوية ودي زاوية، وخطينا حديدة في النص هنا ولحمناهم، يعني دي زاوية كده ودي هنا زاوية، بعدين خطينا حديدة في النص وبقت شغالة اللي هي كده. بعد كده نحن تفادينا المشكلة بتاعت الكسر، يعني زمان كان على طول يتكسر هنا في المحل هذا. ده عشان تحل المشكلة بتاع انها تتكسر. وده كده كل الأجزاء في الماكينة. طبعا ده هنا الجزء الثاني من الماكينة اللي هو المحراس. يكون بالطريقة دي كده. ده هنا الجزء اللي بيتركب في الحشاشة، هنشوفه مع بعض من الاتجاه الثاني اللي هو بيكون بالشكل ده كده. واحدة من المشاكل اللي بتواجهه اللي هي الخيوط والحاجات هذه، يعني بعد كل حراسة لازم يتم تنظيفه بالكامل. يعني ده كان شغال الحين وفكينا وركبنا الحشاشة الثانية، يعني ده لازم يتم تنظيفه، لأنه ده لو مسك هنا بيخرب الحشاشة على طول. يعني ده لازم بعد كل حراسة تقدر تنظف. يعني دي كده كل الآلية بتاعته بتاعت العمل، وهي حقيقة آلة جبارة جدا جدا وبتساعد كتير في الشغل. يعني هي فكرة بسيطة جدا جدا ولازم تكون متوفرة في أي مزرعة أو حتى في الزراعة الحقلية تقدر تستخدمها، أو في الزراعة في المنزلية تقدر تستخدمها. يعني آلة ما شاء الله ممتازة خالص. شكرا جزيلا.